قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن الدوحة تحفظت على البيانين الختاميين للقمتين الخليجية والعربية الطارئتين لأن بعض بنودهما يتعارضان مع السياسة الخارجية لدولة قطر. وفي حديث خاص للتلفزيون العربي كشف الوزير أن البيانين كانا جاهزين ومعدين مسبقا ولم يتم التشاور في مضمونيهما. هل تبنت قطر البيانات الختامية؟ لا، البيانات الختامية التي صدرت عن القمة فيها عناصر تتعارض مع سياسة دولة قطر، ودولة قطر أبدت تحفظها على هذه العناصر. أبدت تحفظها خلال القمة؟ نعم، ما بعد إصدار البيان، لأن البيانات هذه لم تصدر بالتشاور مع كافة الدول، وإنما كانت بيانات جاهزة، وهذا لا يعمل به عادة في بروتوكولات القمم. يجب أن يكون هناك جلسات بحث للخبراء للبيانات، وبعد ذلك يعتمد البيان. أما إذا كان هناك دول تعترض على بعض عناصر البيان فلها أن ترسل تحفظها بعد إصداره، وهذا الإجراء المتعارف عليه سواء كان في مجلس التعاون أو في الجامعة العربية. نرى أن هناك قضايا مهمة جدا اليوم تمر فيها منطقتنا تمر في مرحلة مفصلية لم يتم الإشارة لها ولم يتم ذكرها، مثلا سواء كان القضية الفلسطينية، واليوم نحن نرى أن هناك يعني تطورات خطيرة تحدث في قضية الفلسطينية، ما يحدث في ليبيا وحمامات الدم التي تسال يوميا بهجوم قوات حفتر على طرابلس، ولا نرى أي تحرك عربي أو خليجي تجاه ما يحدث هناك. ما يحدث في اليمن من حرب وإلى اليوم لا يوجد أي أمل لمصالحة، واليمنيين أنفسهم لا يتحدثون مع بعضهم. وقال الوزير القطري إن القمتين الخليجية والعربية الطارئتين في مكة المكرمة تجاهلتا القضايا المهمة في المنطقة، بالرغم من أنها تمر بمرحلة مفصلية كقضية فلسطين والحرب الدموية في ليبيا واليمن. ونشير مشاهدينا إلى أن المقابلة كاملة مع الوزير القطري تبث كاملة يوم الأربعاء المقبل في ذكرى مرور عامين على حصار قطر. وينضم إلينا من الدوحة عبر الهاتف جابر الحرمي الإعلامي القطري. مرحبا بك. أهلا وسهلا. أهلا. طيب، السؤال الأساسي هو كالآتي: ما هي هذه المضامين التي تحفظت عليها قطر في هاتين القمتين؟ أولا، البيانات المعلبة والجاهزة ليست بالأمر الجديد على السعودية. هذا الأمر للأسف الشديد نقول أنها درجت عليها أن تكون هناك بيانات جاهزة، وربما اعتراض العراق أيضا كان واضحا أنه لم يتم التشاور معه في إصدار بيان القمة العربية. هذا جانب. الأمر الآخر أيضا البيانات الجاهزة التي كانت تصدر من الأمانة العامة حيال القضايا التي تتفق معها السعودية أو تختلف، أو تكون السعودية طرفا في الخلافات، تجد أن هناك بيانات تصدر دون الرجوع إلى دول مجلس التعاون. وربما ما حدث مع كندا على سبيل المثال وهو نموذج كان خير شاهد، وقطر آنذاك اعترضت على صدور بيان باسم المنظومة الخليجية ويتحدث باسم لسان جميع الدول الخليجية. قطر اعترضت على ذاك البيان لأنه قطر لديها علاقات جيدة مع كندا، والخلاف كان ثنائيا بين السعودية وبين كندا، فأرادت السعودية أن تقول أن هناك إجماع على دعمه. وهذه إحدى الإشكاليات. نعم. أن الخطاب العربي مختطف من قبل دولة أو دولتين، ليس فقط على الصعيد الخليجي إنما حتى على الصعيد العربي. السؤال: لماذا السعودية أساسا دعت إلى قمة خليجية وعربية بالتزامن مع القمة الإسلامية العادية التي تعقد؟ باعتقادي شخصيا أن السعودية أرادت تمرير قرارات حسب المزاج وحسب التوجهات والقضايا التي تريدها السعودية، خاصة أن الحج كان لمواجهة الحوثي وإيران، فأرادت من خلال هاتين القمتين تحديدا الخليجية والعربية أن تمرر قرارات لن تستطيع. نعم. وهي تعرف أنها لن تستطيع أن تمرره في البيان الختامي للقمة الإسلامية، لذلك أرادت أن تستبق القمة الإسلامية بعقد قمتين. ماذا أو قطر على ماذا تحفظت على أن هناك قضايا مهمة
في المنطقة هناك أحداث وتطورات ومستجدات جديدة لم يتم تناولها ولم يتم إعطائها المساحة الكافية في هذه القمم العربية الخليجية. يعني قطر شاركت حقيقي لمعالجات. قطر شاركت بوفد رفيع المستوى، يعني هل توقعت قطر نتائج أو مخرجات غير التي حدثت؟ قطر أحسنت النية وبادرت بتمثيل عال في هذه القمة بعد الدعوة الرسمية الخطية التي تلقتها من الملك سلمان برسالة إلى سمو الشيخ تميم بن حمد لحضور هذه القمم الثلاث. فترأس الوفد القطري معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على أمل أن يكون هناك رسالة إيجابية حول الأحداث والتطورات الحالية وحول فتح أفق جديد من الحوار الحقيقي لقضايا المنطقة. كان الأمل أن يكون هناك تجاوب من المملكة العربية السعودية حيال هذه اللفتة وحيال هذه البادرة وحسن النية التي قدمتها قطر، وأن يكون هناك تشاور جدي وحقيقي، لأن المنطقة تمر بمنعطف خطير في هذه المرحلة، ودون أن يكون هناك تشاور حقيقي فأننا سوف ندخل في أزمات، وما نشهده اليوم من أزمات متعددة لأنه لم يكن هناك تشاور حقيقي حيالها، فتم الدخول بهذه الأزمات دون وجود استراتيجيات حقيقية لهذه المعالجة أو كيفية الخروج منها. جابر الحرمي الإعلامي القطري، شكرا لك، حدثنا من الدوحة. نتابع بعد الفاصل. الخارجية الأمريكية تبدي استعدادها للحوار مع إيران.